قبل 7 أعوام ضج مرفأ بيروت بدم جديد قادم من القطاع الخاص، مزوداً حماسة لافتة في العمل إلى حد ضاقت بها حدود المرفأ. رغم الظروف الصعبة سياسياً وأمنياً، خرج المرفأ من العزلة إلى الإقليمية ومنها ربما إلى أبعد. رئيس لجنة واستثمار مرفأ بيروت المهندس أستاذ حسن الطيتم المكرم الأول. أهم الإنجازات حقيقة بسبع سنين وشوي هون في شغل كتير صار بالفور، تشغيل محطة الحاويات الأساسية يلي أول ما جيت على المرفأ كانت بيحة بيضة ما في عليها شيء، شراء المعدات يلي حطيناه هون عليها وبعدين التشغيل تبعها وطريق تغيير طريقة العمل كيف كانت وكيف صارت إلى كيف صارت، فكله هيدا حقيقة أخذ شغل كتير ومجهود كبير وكتر خير الله تم بخير. المنطقة الحرة كيف خلقنا المنطقة الحرة اللوجستية، كيف فضيناها، كيف خلقناها، كيف مشروعها، شو غيرنا بالقوانين تاعيتها مشان تنقدر نشغلها ونأجرها، وهالشركات اللي استأجروا ويبلشوا يعمروا فيها ويبلشوا يشتغلوا. محطة الركاب كمان مشروع حيوي مهم للمرفأ، وحقيقة المشروع دلوا يتأجل سنة عبر سنة، وهلأ عن جديد تطوير المرفأ من بعد ما وصلنا على حركة من الحاويات كتير مهمة. على سبيل المثال يعني نحن كنا جايبين استشاريين تيقدروا شو ممكن تكون حركة المرفأ خلال السنوات القادمة. أهم التوقعات كانت أنه ممكن توصلوا إذا مش غلطان ب2015 على 500,000 حاوية، فنحن اليوم عم نعمل 1,000,000 و1,000,000 وصلنا له من سنتين. 1,000,000 حاوية بالمرفأ عم بيتداولون عم بيتطلبوا مساحات إضافية، فطبعا تكبير محطة الحاويات وتوسيع الرصيف 16 كان ضروري ينعمل. هذا المشروع حقيقة بلشنا في سنة 2005، يعني ب2005 أول ما بلشنا حسينا أنه في potential، في فرص ممكن نستفيد منها، فحقيقة بلشنا بالمشروع بال2005، جبنا استشاري، عملنا مناقصة عالمية مشان تنجيب استشاري مشان تدرس الموضوع، وتم اختيار شركة سيلهورن الألمانية. قامت هالشركة بتحضير دفتر الشروط وتحضير المناقصة، إنما صار في شوية مشاكل من تأجيل لتأخير شوية لانتظار بعض الأشياء لمشاكل صارت بالبلد، فضل هالمشروع يتأجل من سنة لسنة حقيقة إلى أن وصل الوزير عريضي، وحقيقة كان الدفش الحاسم بهذا الموضوع. طبعا أصر كتير أنه هذا المشروع لازم يصير، ونحن كنا معه طبعا لازم يصير، فمجرد إصراره الدائم على هذا الموضوع كان حافز لنا أنه نضلنا عم نركض ونشد مشان نخلص المشروع، إطلاق المشروع بالمهل المحددة يلي كانت عنا. أهميته حيوي كتير ما في أي شك، يعني اليوم المشروع حيوي مشان نقدر نستوعب هالكميات يلي عم تجي اليوم بطريقة أحسن وأكثر فعالية، وبالإضافة طبعاً إلى تكريس دور بيروت ودور مرفأ بيروت كمرفأ إقليمي، وتكريس دور بيروت عاصمة للمنطقة مش بس عاصمة لبنان إذا بدك في مجال النقل. يعني وقت واحد يبني مرفأ ويطلع على مستقبل مرفأ بنحكي 20 سنة لقدام، 30 سنة لقدام، فإحنا هون عم نطلع 5 سنين لقدام وملاقيين حالنا أنه بالنسبة أنه عملنا شغل مهم كتير، هو مفروض حقيقة نظرتنا تكون بعد أكتر لقدام، ومفروض هلأ نطلع بعد إلى ما بعد هذا التكبير، إلى تكبير من هالميلة أو حتى إلى تكبير إلى ما بعد نهر بيروت. صراحة علاقتي بالأستاذ حسن قريتم أكثر من مدير عام لمدير عام، ولكن هي من أخ لأخ ومن صديق لصديق. كافة المشاريع اللي اشتغلتها أنا وياه
وكافة الاجتماعات اللي كنا نعقدها سوا كان بسودها دائما الصداقة والأخوة والمصلحة العامة، ومن خلال وضعنا أمام أعيننا المصلحة العامة ضلنا توصلنا لنتائج كتير مهمة على صعيد قطاع النقل البحري وعلى صعيد المرافق اللبنانية وتسهيل الإجراءات الحدودية بالمرافق اللبنانية. الأستاذ حسن أنا بعتبر شهادتي مجروحة فيه، هو من الناس اللي كتير متابعين لعملهم very energetic، لذلك قدر خلال فترة تولي رئاسة مرفق بيروت وبصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام قدر حقق عدة إنجازات بالمرفق وقدر رفع من مستوى مرفق بيروت إلى المستويات العالمية. أستاذ أرايتي تفضل نائب تنسى المنتبع تفضل مبروك أستاذ أرايتي.